أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما مننت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة أن توفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك وحب عمل يبلغنا حبك، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، إلى طريقك هديتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تكرم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وجامع الناس ليوم الحساب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الغفور التواب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنك أنت الأعلى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهابهم
همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به النقم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال العبد المذنب الذليل. أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار. يا رحيم ارحمنا، يا لطيف الطف بنا، يا مغيث أغثنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الساعة من الآمنين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، يا غفور يا ودود، يا غفور يا ودود، يا غفور يا ودود. وارحمنا اللهم
اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم كن معنا يوم مفارقة الأحباب اللهم كن معنا يوم يتخلى عنا الأهل والأقارب والأولاد اللهم كن معنا يوم نوضع في التراب اللهم كن معنا يوم البعث والقيامة والحساب يوم البعث والقيامة والحساب اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم عنا على شدة على سكرة الموت وشدته اللهم عنا على سكرة الموت وشدته وضمة القبر وظلمته وعلى الصراط ومحنته وعلى الصراط ومحنته وعلى الصراط ومحنته اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم أحينا عليها اللهم ثبتنا عليها اللهم أمتنا عليها اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتيمنا اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين ولا من رحمتك من القانطين ولا من عفوك من الآيسين إلهنا إلهنا وربنا ومولانا إذا زلزلت الأرض زلزالها وقامت القيامة بأهوالها وأخرجت الأرض أثقالها وقامت القيامة بأهوالها بأي قدم نقف بين يديك وبأي عين ننظر إليك وبأي لسان نعتذر إليك وبأي لسان نعتذر إليك يا ربنا يا إلهنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر رباه إنا غارقون في الذنوب ورضاك عنا غاية المطلوب لا شك يا رب أنها مهما بلغت ذنوبنا أنت مزيل رباه أتيناك بذنوب كثيرة وأخطاء عديدة وأعمال مشوهة
ببابك وقفنا ورحمتك رجونا ولن نضرح بابك حتى تغفر لنا ولن نضرح بابك حتى تغفر لنا كم من مرة عاهدناك على التوبة ثم نكثنا يا من إليه يلجأ التائبون يا من إليه يلجأ المذنبون يا من إليه يلجأ المقصرون اللهم ما أنت صانع الليلة بعبادنا قروا بتقصيرهم واعترفوا بذنوبهم اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم الليلة عبرتنا اللهم تقبل دعاءنا ودمعنا اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين سبحانك تسمع كلامنا سبحانك تسمع كلامنا سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا من المقبول منا فنهنيه من المقبول منا فنهنيه ومن المطرود منا فنعزيه ومن المطرود منا فنعزيه اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح أحوال أمة محمد في كل مكان اللهم أصلح أحوال أمة محمد في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماءهم اللهم احفظ دماءهم اللهم قتل الأبرياء ولم يرحم الشيوخ والأطفال والنساء فرحمة من عندك تغنيهم من رحمة سواك فرحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المغمومين في كل مكان اللهم فرج هم المغمومين من المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم يا قوي يا عزيز يا جبار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله